يلا بسم الله. السلام عليكم. إذا إن شاء الله أول درس نبدأ به في الرياضيات هما الدروس، ماشي درس واحد وإنما مجموعة من الدروس ديال السنة الأولى إعدادي، وإن شاء الله غنبدأ غير بالدروس اللي ممكن أنها تنفعكم. فأول درس اللي خص الأساتذة إن شاء الله يعرفوه اللي هو مهم بزاف هو أسبقية العمليات. أنا كنتمنى أن يكون عندكم شي دفتر وورقة ولا ورقة وستيلو وغتكتبوا معايا، حيت أنا ما كاتباش كل شيء. أنا غنحاول نهضر حيت ما كاتباش أنا العلاقات الخاصيات، غنقولهم لكم شفويا. دابا عندنا أول حاجة واحد التعبير حسابي في الجبر فيه مجموعة من العمليات، ما فيهش غير الجامع. إذا كان عندنا الحالة الأولى، إذا كان عندنا واحد التعبير حسابي فيه غير الجمع وفيه طرح، هادو جوج العملية كتبدا من اليسار لليمين. أنا نبغيكم تسجلوا معايا هذه العملية كتبدا من اليسار لليمين. الحالة الثانية، إذا كان عندي تعبير ما فيهش أقواس ولكن ما فيهش غير الجمع والطرح، زيداه الضرب وزيداه القسمة، ولا زيداه غير الضرب أو زيداه غير القسمة. بمعنى إما غيكون عندكم الجمع والضرب مثلا، أو الطرح والضرب، أو الجمع والضرب والقسمة، أو الجمع والطرح والضرب والقسمة. هذو هما الحالات اللي كاينين. في هذه الحالة ملي كيكون عندي الجمع والضرب والضرب مثلا، غير الجمع والضرب كما كتشوفوا في احسب ما يلي، في أ عندكم هاد 252 زائد 21 في 41. هنا ديك اننا نبداو من اليسار لليمين ما كتبقاش تطبق، كتكون الاسبقيه لعمليه الضرب. بمعنى اننا غنحسبوا 21 في 41 هي الاولى، وداك الشيء اللي غيخرج لنا غنجمعوه مع 252. هذه الفقرة ديال أسبقية العمليات، العنوان الفقرة اللي غنبدأ بها اليوم هي أسبقية العمليات. فعند الجملة اللي غنبغيكم تكتبوا، عند عدم وجود الأقواس الأسبقية لعملية الضرب والقسمة، ثم نتبعها بعملية الجمع والطرح. دابا إلا بغينا نخرجوا مثلا 252 زائد 21، نحاول ناخذ أنا ورقة باش نسجل باش نخرجها معاكم. 252، نعطيكم أنا مثال من عندي، نعطيكم مثال من عندي. شوفوا واش كتبان ليكم، كتبان ليكم هاد اللوجيسيال اللي غنكتب فيه انا. غتجاوبوني في الجروب، غتجاوبوني في المجموعه ديال الجروب ديالنا. شي متطوعه او متطوع يجاوبني في الجروب واش كتبان ليكم هاد اللوجيسيال اللي غنبدا نكتب فيه انا، واش كيبان ليكم؟ مزيان. اذا غنعطيكم انا جوج، غنعطيكم غنكتب فيه جوج زائد ثلاثة مضروبة في ر، وغنخرجوها جوج زائد ثلاثة في ربعة. من اللي اي وحدة فيكم ولا اي واحد فيكم حسب جوج زائد ثلاثة هي الاولى دار خمسة وضربها في ربعة عطاتو 20، عنده غلط، لأن القاعدة كتقول
لان انا غنصب طريقه الضرب، بمعنى ان هاد الجوج غندير ليها انا كوبي كولي، غنشوط هي الاولى ما غنقومش بهذيك الجنب، وغنشد ثلاثه وغنضرب ثلاثه في اربعه غتعطيني 12، وغنحسب غادي تساوي غتعطيني 14، وهذه النتيجه الصحيحه. هذا مثال اول. المثال الثاني ملي يكون عندي مثلا ثلاثة، مثلا نعطي ثلاثة مقسومة ثلاثة، تساوي هنا ثاني نفس الخاصية. أنا إذا كان عندي طرح ديال القسمة ما عمري بدا بالطرح، لأن كاين البعض اللي كيخطأ وكيدير ثلاثة ناقص ثلاثة هي صفر، وصفر مقسومة على ثلاثة كتعطيه صفر، هذه نتيجة خاطئة. فالصحيح هو أن هذه الثلاثة الأولى كنديرو لها كوبي كولي، وكنديرو ناقص كنحتفظو بالطرح لأن مكنطبقوش الطرح، غنطبقو القسمة هي الأولى، وغنشد ثلاثة ونقسمها على ثلاثة تعطيني واحد، النتيجة غتكون هي اثنان، ثلاثة ناقص واحد تساوي اثنان. كنظن أن هاد الخاصية اللي شرحت لكم عند عدم وجود الأقواس وعندنا تعبير فيه مجموعة من العمليات، فالأسبقية تكون للضرب والقسمة. ممكن أن تكون عندي الضرب ويكون عندي القسمة في نفس الوقت، بحال مثلا كندير أعداد صغار باش ما تمحنوش في الحساب، لان الهدف هو انكم تجدوا خاصيه ونكتب على عقابكم اعداد كبار ثم كتطبقوها. بحال مثلا عندي خمسه، وعندي زائد، وعندي جوج، وعندي في جوج في ثلاثه مثلا مقسوم على جوج، هذه كيفاش غنحسبها؟ لان هنا تجي عمليه الضرب الجمع وعمليه الضرب وعمليه القسمه. ملي كتكون عندي عمليه الضرب وعمليه القسمه كنحسب هاد جوج في ثلاثه هي الاولى، بحال كانت هذه العمليه كنداها من اليسار الى اليمين، بمعنى ان هاد خمسه هي كوبي كولي. دائما ملي كيكون الضرب والقسمه والجمع، الجمع كيبقى ما كنحركوش كيبقى، ولا الطرح كيبقاو كنديرو لهم كوبي كولي. كيما عندنا جوج في ثلاثة غنحسبها غتعطيني ستة، و على ديال القسمة نحتفظ بالقسمة على جوج ما حسبتهاش. وبعض الناس ملي تيكون كيحسبو كيغلطو، اش كيديرو؟ كيديرو خمسة زائد ستة تساوي، غنقول لكم اش كيديروا، تعرفوا الغلط اللي كيرتكبوا. كيديروا 5 زائد 6 حيت نحسبوا هما زائد، وحسبوا 2 في 3 كيديروا تساوي، وعاد كيكملوا العمليه. عاد كيديروا 5 زائد وكيحسبوا ديك 6 مقسوم على 2 كيديروها هي 3، هذه العمليه غلط. علاش؟ في الرياضيات غلط، حيت هاد 5 زائد 6 راه هي 5 زائد 6 غير جزء من العمليه، باقا مقسومه على 2 ما مكتوباش، ناقصه هنا. خاصني نكتب العملية كلها، عمري ما نقسم العملية ونقص منها، كنكتب مقسوم على جوج وندير تساوي، غندير كوبي كولي نفس الشيء بالنسبة للجمع، لأن الجمع ما كنقيسوش، وهاد ستة مقسومة على جوج غتعطيني ثلاثة، وغنكتب ثلاثة، ثم غنحسب خمسة زائد ثلاثة غتعطيني ثمانية. هذه هي العمليات اللي كان اللي داخلين في الخاصيه ديال الاسبقيه العمليات، باش من عمليه كنصبحوا. حنا دابا تكلمنا عليها، هذه غنعطيكم فيها تمارين من بعد تخرجوهم وتعطوهم ليا، تصيفطوهم ليا باغ ايميل ولا في الواتساب نصححهم ليكم. ودابا غنتكلم على قاعده اخرى. القاعده الثانيه هي الا كانوا عندنا الاقواس، بحال مثلا عطونا جوج زائد سبعة ناقص، ونفتح قوس ونكتب ثلاثة مثلا ناقص واحد،
أنثى القاص. هذه القاعدة الثانية تقول لك إلا بغيتي تحسبي أي تعبير رياضي فيه الأقواس كتبدي بالأقواس هما الأولين، بمعنى أن كنكتب جوج زائد خمسة وكنكتب ناقص وكنحسب ثلاثة ناقص جوج شحال، ثلاثة ناقص جوج هي جوج كنكتب جوج. دابا اش ولات عندي؟ ولا عندي غير الجمع والطرح، ملي كيكون عندي غير الجمع والطرح ما داخلش الضرب والقسمة، كنبدا العملية من اليسار إلى اليمين، كندير تساوي. وهادشي مهم تشدوه بهذه الطريقة، لأن تقدروا تبداو تحسبوا من اليسار إلى اليمين من الأول، ديروا جوج زائد خمسة سبعة وتحسبوها راه صحيحة، ولكن لا من بعد ملي غنبداو نعطيكم أعداد السالبة والأعداد الموجبة راه غتغلطوا. إلا شديتوا معايا هذه الطريقة راه غتمشيو فيها مزيان. إذا هنا عندنا اثنان زائد خمسة ناقص جوج، قلنا غنحسبوا من اليسار إلى اليمين. إلا حسبنا من اليسار إلى اليمين غنبدا بجوج زائد خمسة، كنحسب بجوج بجوج، غنحسب بجوج زائد خمسة هي الأولى وغنكتب المجموع ديالها غتعطيني سبعة، وعاد ندير ناقص جوج كوبي كولي كنخليها كنحتفظ بها لأنني حسبت هاد الجوج الأولين وهذه خليتها، غندير تساوي وغندير خمسة، النتيجة هي خمسة. بمعنى أن دابا تعرفت على جوج خاصيات، الخاصية الأولى أسبقية العمليات عند عدم وجود الأقواس، القاعدة الأولى عند عدم وجود الأقواس أسبقية لعملية الضرب والقسمة، عند وجود الأقواس الأسبقية لما بداخل الأقواس، نحسب ما بداخل الأقواس حتى ما يبقاش عندنا الأقواس بالمرة، عاد من بعد نكملوا العملية. يقدروا يعطونا مثلا سبعة، أنا كنتكلم لكم دابا غير الأعداد الموجبة، ممكن ندير لكم أعداد عشرية في التمارين، غنعطيكم أعداد صحيحة موجبة، بحال مثلا عندكم سبعة زائد جوج مضروبة في نديرو هاد الأقوال أحسن، الآخرين كيجيو شوية عوجين، هاد الأقوال كيجيو شوية عوجين اللي كنديرهم بعدهم قادين مزيان. نديرو ثلاثة ولا نديرو حداش ناقص تسعود، ناقص تسعود هنا غتعطينا إلا حسبتو سبعة زائد جوج هي الأولى راه غلط، فهمنا سبعة زائد جوج غلط، الصحيح هو نحسب ما بداخل الأقواس. هانتوما لاحظوا إلا حسبناها بالطريقة ديال سبعة زائد جوج غتعطينا تسعود، وحداش ناقص جوج هي جوج، وتسعود نضربوها في جوج غتعطينا تمنطاش. هادو الناس اللي داروا هاد الطريقة عندهم خطأ، عقلوا 18. شوفوا حنا الطريقة الصحيحة شحال غتخرج لينا، هاد سبعة غندير لها كوبي كولي هي زائد جوج ما غنحسبهمش، وغندير عملية الضرب وغنحسب 11 ناقص 9 غتعطيني جوج ونكتب جوج، بمعنى أن الفرق ديال 11 ناقص 9 هو تساوي جوج، غندير تساوي. اش ولا عندي دابا؟ ولا عندي جمع وعندي الضرب، وحنا قلنا في القاعدة الأولى أن لكان عندي جمع الضرب الأسبقية لعملية الضرب، إذا في سبعة غندير لها كوبي كولي غنخليها وغنضرب جوج في جوج غتعطيني أربعة تساوي. إلا جمعنا سبعة مع أربعة شحال غتعطينا؟ غتعطينا 11. شوفوا قبيلة شحال خرجت لينا 18 وغلط، وهذه الصحيحة خرجت لنا 11. إذا نحاولوا ما أمكن نحترموا هذه القاعدتين مزيان باش تكون عندنا الرياضيات الحساب الرياضي يكون عندي صحيح. إلا رجعنا هنا للتمارين، إلا رجعنا لهاد التمارين هادو، أنا ما كرهتش أنني إما نصيفطهم ليكم نصورهم، ولا شي متطوعة تصور حيت أنا التليفون ديالي غامض، صورهم إحدى شي متطوعة تصور هاد التمارين وتصيفطهم في الجروب، وانتم غتخرجوهم وغتصيفطوا لي التخراج عبر الخاص، بمعنى أن ما
ما تصيفطوهمش في الجروب باش نعرف كل واحد فيكم اشنو شنو، وحاولوا ما امكن تكتبوا لي اسمياتكم وكنياتكم. انا غنحاول نصيفط لكم حتى في الايميل ديالي، الايميل ديالي في الجروب ديالكم، وباش ان شاء الله اللي بغات تكتبوه في الوورد ولا شي حاجه هي في الوورد باش تكتبوه، راه ساهل ماشي صعيب، لان عندكم غير الجمع راه كاين في الكلافي، القسمه راه غديروها، القسمه غتبان لكم غديروها بالعربيه، غتحولوا ليكريتور اغاب وغتجيكم القسمه شي غتكون باينه لكم في الكلافي، ولكن انا حتى كنحول اللغه العربيه عاد كتجيني القسمه. مهم عندكم الحريه ديال كيفيه انجاز هاد جوج تمارين بالحساب، لان التمرين الاول احسب ما يلي والتمرين الثاني قالوا لك غير انك تدير اطار على العمليه اللي الاسبقيه اللي غتسبق هي الاولى، ولكن انا ما بغيتش هذه، انا بغيتكم تحسبوا باش تعلموا تحسبوا، واي تعبير جبري كاين عندكم انكم تحسبوه. ما نطولش عليكم بزاف، هذه هي نهايه الحصه ديال اليوم ان شاء الله، والحصه الجايه باذن الله غنتحدث لكم على الاعداد السالبه والموجبه، اننا كيفاش نجمعوا وكيفاش نطرحوا وكيفاش نضربوا ونقسموا في هاد المجموعه ديال الاعداد النسبيه، هي مجموعه سميتها مجموعه الاعداد النسبيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا استاذه زينب، تحياتي. هاد التمارين عندك في الوورد؟ لا عندي في الوورد، عندي في الوورد. المهم راه بارطاجي معاهم في الجروب، البنات غادي يصايبوهم ويصيفطوهم لك عبر الخاص. صافي، عبر الخاص ولا يصيفطوهم ليا، يصوروهم ويكتبوهم ولا المهم.